السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم على فيديو جديد. في الأول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنعمل تركيب مع بعض، وهي بناء عن طلب أحد المتابعين كتب لي في التعليقات إن هو محتاج يستقبل قمر هلاس وقمر انتلسات 45 شرق على طبق واحد. فالنهاردة إن شاء الله هنمشي مع بعض واحدة بواحدة لحد لما نستقبل قمرين من البداية للنهاية. يعني في الاول ان شاء الله هنستقبل مع بعض قمر هلاس، وطبعا قبل كده كنا استقبلنا قمر هلاس مع بعض، والنهاردة ان شاء الله هنضطر ان احنا نضيف بعض من الفيديو الاولاني مع الفيديو ده عشان يكون الفيديو متكامل لاي حد محتاج يستقبل قمر هلاس وقمر انتلسات على طبق واحد من البداية. لكن طبعا في الاول ياريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة، وطبعا كمان زي في ناس كتير عرفت ان انا عملت قناة احتياطية لان في بعض المشاكل في القناة اللي احنا الكبيرة اللي هي ببساطة، فحبيت ان انا اعمل قناة احتياطية عشان لو لا قدر الله حصل اي ظروف يبقى في مكان ان احنا بنتكلم فيه او بنتواصل مع بعض فيه. فان شاء الله هسيب لكم رابط القناة الاحتياطية في اول تعليق مثبت، اتمنى الكل يدخل عليها ويعمل اشتراك ويفعل زر الجرس. هنروح نستقبل قمر هلاس مع بعض ونرجع مع بعض تاني. طيب عشان نستقبل قمر هلاس اول حاجة هنمشي بخطوات معينة. اول حاجة هنكتب اقوى تردد، يبقى كده هندوس على زرار السات. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا دلوقتي واقفين على النايل سات علشان يبقى دليل لينا في الاستقبال، عشان نمشي بخطوات معينه علشان الناس اللي هي لسه مبتدئه تعرف تستقبل القمر بسهوله. طبعا هندوس على زرار السات وهنجيب قمر هلاس الموجود في الموقع المداري 39 شرق. طبعا في ناس بتقول عليه هلاس وفي ناس بتقول عليه هلاسات، مش هتفرق، هو موجود في الموقع المداري 39 شرق. طبعا لو مش موجود عندك على في قائمه الاقمار بتجيب اسم اي قمر وبتكتب التردد اللي احنا هنقول عليه دلوقتي وبتستقبل إشارة، بعد كده بتعمل بحث بينزل معاك القناة. يعني بمعنى أصح اسم القمر ملوش أي لازمة. طيب هنجيب تردد 10730 أفقي معدل الترميز 30000 وهنظهر الإشارة كده. بعد ما كتبنا التردد دي أول خطوة بنعملها. طيب أول حاجة بعد كده هتعملها هو ميل سلك العدسة، واحنا واقفين على النايل سات بيكون ميل سلك العدسة ناحية إيدك الشمال وأنت ورا الطبق بزاوية تقريبا 45 درجة. احنا هنخلي الميل تقريبا 3-4 درجات ناحية إيدك اليمين وأنت ورا الطبق، يعني هيكون الميل سلك هيكون سلك العدسة نازل لتحت لكن هيكون مايل شوية حاجة بسيطة خالص ناحية ايدك اليمين وانت ورا الطبق. طيب بعد ما ظبطنا ميل سلك العرس هنعمل ايه؟ المفروض دلوقتي نحرك الطبق. طيب قمر هلاس موجود في الموقع المداري 39 شرق، هنحرك الطبق واحنا واقفين على النايل سات ناحية اليمين ولا ناحية الشمال؟ احنا قلنا واحنا واقفين على النايل سات وسمعنا أي قمر في كلمة شرق بنوجه الطبق اتجاه شروق الشمس. طيب أنا عاوز هعرف أحرك الطبق في أي اتجاه بالظبط. طبعا حضراتكم شايفين الحافه بتاعه الطبقه ديت نهايه الطبق، هيكون القمر في الاتجاه ده سواء قمر هلاس 39 شرق سواء القمر التركي 42 شرق. في اكتر من قمر بيكون اتجاه القبله تقريبا، يعني بمعنى صح هنحرك الطبق في الاتجاه ده كده وبيكون معاك 50 سم بيتحرك فيهم الطبق لحد لما بتلاقي الاشاره، وهنشوف مع بعض دلوقتي بالطريقه العمليه. بعد ما ظبطنا كتبنا التردد اقوى تردد وظبطنا ميل سلك العدسه، اهم حاجه ميل سلك العدسه، هنحرك الطبق في الاتجاه ده كده او هنقف على اتجاه النايل سات وهنخلي الطبق اتجاه كتفنا الشمال. طيب هنحرك الطبق كده بالطريقه ديت وهنرفع وش الطبق لفوق. بسم الله. ما جابش معانا اشاره، بنحرك الطبق حاجه بسيطه يمين او حاجه بسيطه شمال وبنرفع وبننزل. مثلا وليكن نحركه يمين الاول كده ونرفع وش الطبق، ادي استقبلنا اشاره هو 80% 80%، لكن طبعا الاشاره ادي بتجيب 80% اهوت. طيب ندوس على الطبق ناحيه اليمين، ادي الاشاره بتجيب معانا 68 82، نرفع الطبق شويه لفوق. طيب قبل ما نعمل اي حاجه بنحاول نحرك العدسه كده نشوف بنجيب اشاره اعلى من كده ولا لا، ادي 84%. طيب لو دوسنا على الطبق من ناحيه اليمين هيعمل ايه؟ الاشاره بتقل. طيب لو دوسنا عليه من ناحيه الشمال الاشاره بتجيب 91% زي ما حضراتكم شايفين، يبقى هنحرك الطبق سنه بسيطه ناحيه ايدينا الشمال،
ادي بيجيب 92% اهو. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ قبل ما نربط على الطبق، طبعا انا وانا شغال دلوقتي انا فاكك الصواميل حاجه بسيطه خالص، وبالتالي الطبق ماسك نفسه معايا. لو انت الطبق سايب معاك، اول ما بتستقبل اشاره بتربط ربط مبدئي على الطبق عشان الطبق يكون ماسك نفسه وتقدر تتابع او تشوف باقي الترددات. بعد ما استقبلنا امر هلاس مع بعض، وزي ما حضراتكم شايفين الاشاره على تردد 10730 افقي معدل الترميز 30000، الاشاره 93%، والاشاره على تردد 12688 عمودي معدل الترميز 30000. طبعا التردد ده موجود عليه باقه اورنج سبورت، وطبعا الاشاره عليها 82% زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا كل الناس عارفه ان باقه اورنج سبورت بتنقل الدوري الانجليزي. طيب بعد ما استقبلنا امر هلاس باشارات كويسه، دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنستقبل قمر انتلسات اللي موجود في الموقع المداري 45 شرق. علشان نستقبل قمر انتلسات 45 شرق جنب قمر هلاس على نفس الطبق، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هندوس على زرار السات ونجيب قمر انتلسات 45 شرق. طيب افرض انت عندك قائمه الاقمار دي كلها لكن ما فيش فيها القمر انتلسات 45 شرق، هتجيب القمر الازلي وهتضيف التردد. طيب اقوى تردد لاستقبال قمر انتلسات كام؟ هندخل على التركيب كده وندخل على الترددات وهنكتب التردد اللي هو 11 3 خمسات عمودي معدل ترميز 30000، وهنظهر الاشاره كده. طيب اول حاجه هنعملها هنفك السلك اللي احنا مركبينه في عدسه قمر هلاس، وهنجيب اي عدسه ونستقبل بها في الاول كده واحده واحده علشان الموضوع يكون بسيط معانا. وانت ماسك العدسه كده كل اللي احنا هنعمله ان احنا عاوزين نحدد مكان العدسه فين. مكان عدسه قمر انتلسات هتكون موازيه لعدسه قمر هلاس او اعلى منها تقريبا سنتي واحد او نص سنتي. يعني مثلا هنمشي هنخلي ميل العدسه بنفس الميل ونخلي العدسه جنب عدسه قمر هلاس ونمشي بالعدسه كده. ادي جبنا اشاره 92% من قبل ما نعمل اي حاجه. طيب ممكن لو بعدنا كده شويه الاشاره بتروح اهيت، الاشاره بتجيب كمان 93%. طيب انا عاوز اثبت العدسه في المكان ده، هعمل ايه؟ في الحاله ديت طبعا المفروض ان انا اجيب المسطره اللي هي قطعتين اللي هي بالشكل ده كده، بيكون قطعه اركب فيها العدسه والقطعه الثانيه بتكون مسمار زي كده فيها فتحه من هنا وبيكون زي كده. كل اللي انا بجيبه بركب طبعا العدسه في المسطره علشان احدد المكان اللي انا هثبت فيه المسطره. وطبعا بخلي نفس الميل ناحيه ايدك، ميل العرسه بيكون ناحيه ايدك اليمين والعرسه بصر لوشك، يعني العرسه في وش اهي، الميل بيكون ناحيه ايد اليمين. وهحط العرسه في نفس المكان اللي انا استقبلت فيه الاشاره، ادي الاشاره 92%. طب انا عاوز اثبت في المكان ده كده هعمل ايه؟ هجيب المسطره الثانيه اللي هي ديت واشوف المكان ده لحد فين. طبعا بحط المكان كده كروكي بشوف الفتحه. طبعا انا بركب المسطره الثانيه في الفتحه الثانيه، وممكن نركب في الفتحه الاولانيه، لكن طبعا في الفتحه الاولانيه بيكون المكان ضيق وانت مش هتستقبل غير قمرين، فانت ممكن تركبها في الفتحه الثانيه. طبعا اي طبق متر بريفكس بيكون ليه فتحتين، احنا هنركبها في الفتحه الثانيه. طبعا هنقيس كده الاول، نستقبل اشاره كده ايوه 92 وين ايه ونقيس. يبقى احنا كده كروكي المسطره هتكون لحد هنا. يبقى انا هجيب صاموله واركبها في المسطره لحد ما انا معلم ايدي كده بالشكل ده كده. ادي وصلنا الصامولة للمكان اللي انا علمت عليه، وهنركب المسطرة في الطبق بالشكل ده كده، وهنجيب صامولة تانية نركبها الناحية التانية ما نربطش، احنا بس نركب كده ده كله كروكي لحد لما نتأكد من أفضل مكان للتثبيت. دلوقتي يعتبر أنا ثبتت المسطرة الجزء الأولاني والمسطرة الجزء التاني اهيت، وركبنا فيها كمان صامولة برضو، ننزلها بس شوية كده. وكل اللي هنعمله ان انا هركب المسطره اللي فيها العدسه في في القطعه الثانيه وانزل بيها واحده واحده كده، وافضل اجيب اعلى اشاره فيها. ادي اشاره بتجيب 92% 93% اهو. يبقى انا عاوز اثبت المسطره في الشكل بالشكل ده كده، هنزل الصاموله لحد ما انا ماسك المسطره ادي بالشكل ده كده اهو،
وهجيب سمولة من تحت. الموضوع بسيط خالص، استقبال الإقمار مفيش أسهل منه. أهم حاجة تكون عارف أماكن الإقمار، تكون عارف حجم الطبق المطلوب للاستقبال. وطبعا الكلام ده كله كنا اتكلمنا عليه قبل كده في فيديوهات كتيرة، وإن شاء الله هحاول أسيب لكم الفيديوهات ديت في خانة الوصف أو في أول تعليق مسمى. أدي بالشكل ده ربطنا الصواميل، نحاول نتأكد من ميل ونحاول نجيب أعلى إشارة. طبعا الإشارة 92%، أدي بتجيب 93%، يبقى أنا كل أنا عليا إن أنا أربط الصواميل. طيب بالنسبة لشكل العدسات، دلوقتي في ناس بتحب الصورة من شكل العدسات، وأنا في المونتاج إن شاء الله هسيب لكم صورة لمنظر العدسات مع بعض بالشكل ده كده. اهو ادي ربطنا على العدسه، وادي الاشاره 93 بتجيب 93 92، ادي ثبتت على 93، يبقى نربط الصواميل كويس. ونربط الصمولتين اللي بتطلع وبتنزل برضو بالشكل ده كده. نحاول نلف العدسة يمين وشمال، لأن أنا كنت بجيب 93، أدي 93%، ونأكد على الربط. طيب نتأكد من تردد، نطلع كده بره نشوف القنوات. أدي قنوات، أدي التردد دهوت 11.35 عمودي، معدل الترميز 30,000. ادي الاشاره 93% والقناه شغاله تمام اهي. ونشوف كمان تردد 12600 عمودي، معدل الترميز 30,000. اللي يشوف الاشاره عليه كام، الاشاره عليه كمان 93%. يبقى احنا كده استقبلنا قمر هلاس وقمر انتلسات بافضل جوده للقنوات وافضل اشاره. طبعا التركيبات بتشتغل بالشيرنج، وكمان بتشتغل بثبات تام على سيرفر الجوسات. ان شاء الله هسيب لكم رقم الواتساب في اول تعليق مثبت بالنسبه للناس اللي حابه تشترك. وبكده نكون انتهينا من تركيب قمر هلاس سنتر وقمر انتلسات 45 شرق على مسطره. اتمنى الكل يكون استفاد من الفيديو، واتمنى الكل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.